اهلا بحضراتكم من جديد. في الحقيقه الترند العالمي عندي فيه اخبار كتير جدا تتعلق بالجانب العالمي، لكن انا هتكلم في الفقره دي بس عن نجمنا المصري محمد صلاح. ليه؟ لان هو كان ليه لقاء وحوار مطول مع جريده اس الاسبانيه واتكلم معاهم في عدد كبير جدا من الجوانب، فانا عايز اتكلم مع حضراتكم في كل الامور او معظم الامور الهامه اللي اتكلم فيها صلاح في هذا الحوار الشيق. بدايه محمد صلاح اتكلم عن التتويج بالالقاب وتحطيم الارقام القياسيه، وانا نفسي الناس دلوقتي او اللعيبه الشباب بتوعنا في مصر بشكل عام يسمعوا التصريحات بتاعه صلاح ويقروها كويس جدا ويحاولوا يفكروا بنفس تفكير محمد صلاح، ربما حد فيهم يوصل للمكانه الكبيره اللي وصل لها محمد صلاح. اتكلم على الارقام القياسيه، قال احاول دائما تسجيل الاهداف ولذلك احظى بفرص او بفرصه كبيره للحصول على لقب هداف الدوري. هو فاز قبل كده بلقب الهداف مرتين، نفسه ياخد المره الثالثه، وهو طبعا النهارده بعد ما احرز هدفين بقى هو متصدر ترتيب الجدول الهدافين، يعني 13 هدف. قال كمان ايه؟ بص بقى العقليه والثقافه، احاول تحطيم جميع الارقام القياسيه في النادي، يعني هو حاطط لنفسه اهداف، انا دلوقتي وصلت لحاجه معينه، لا انا عايز اكسر الارقام القياسيه دي، عايز اطور من نفسي، عايز اعلى واعلى كمان. لكن الفريق ياتي اولا وده شيء مهم قبل اي رقم قياسي، لكن تحطيم الارقام القياسيه والفوز بمباريات هذا ايضا امر رائع. طبعا قال ايه؟ دي نقطة مهمة قوي، قال لك لم أكن أتوقع أن أكون حيث أنا الآن، من الصعب توقع هذا في مرحلة مبكرة. برضو أنا بشوف الناس هنا في مصر بتقعد تقول لك لا صعب حد يبقى زي محمد صلاح وتهبيط في الجيل الجديد واللعيبة وكلام من ده، لا خالص، هو صلاح نفسه ما كانش متوقع أن هو يوصل للمكانة دي، لكن اشتغل على نفسه بثقافته وعقليته وموهبته مع بعض قدر أن هو يوصل نفسه للمكانة دي. نفسنا عندنا في مصر يكون عندنا نفس العقلية دي، الإمكانيات موجودة بالمناسبة لكن العقلية هي اللي مش موجودة. عايزين الشباب بتوع الكورة في مصر يستفادوا من عقلية محمد صلاح ويحاولوا يطوروا من نفسهم يعني. قال كمان بالتأكيد أقعد، بص بقى الثقة، أقعد من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، أنت في نظرنا صلاح أفضل لاعب في العالم. هو طبعا خد اللاعب رقم 6 على مستوى العالم، لكن بالنسبه لنا احنا هو افضل لاعب في العالم محمد صلاح، ما شاء الله لا قوه الا بالله عليه. عندما انظر الى الخلف في مسيرتي اود ان اشعر بانني حققت شيئا مميزا، لهذا احاول بذل قصارى جهدي في كل مباراه وكل عام من اجل النادي ولنفسي ايضا. تفكير وثقافه ممتازه. قال من ضمن اهدافه السنه دي ان هو يفوز بدوري ابطال افريقيا والدوري الانجليزي ثاني مع ليفربول، نتمنى له كل التوفيق. دي يعني ده يعني اختصار لتصريحات محمد صلاح خلال هذا الحوار الهام جدا. هناخد تمام، دي كانت اهم تصريحات محمد صلاح، وان شاء الله نتمنى له يا رب التوفيق دايما، وباذن الله نتمنى ان عدد كبير من نجوم الكره الشباب في مصر في مختلف الانديه ان هم يمشوا على نفس الطريق ونفس النهج ونفس العقليه بالاضافه للموهبه اللي هم بيمتلكوها بكل تاكيد عشان يوصلوا باذن الله تعالى لما وصل ليه محمد صلاح. ليه لا ما يكونش عندنا اكتر من محمد صلاح بيرفعوا اسم مصر ونفتخر بيهم دايما باذن الله. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، استنونا، الى اللقاء.